السلام عليكم، مرحبا بكم اخوتي في هذا الفيديو الجديد على قناتكم اكادير لانز، قناة كل المغاربة خاصة الاكاديريين اللي باغيين يعرفوا على مدينتهم اكادير. اليوم حنا كنتواجدوا حدا فونت هذه المنطقة هذه اللي جاية وسط المدينة، غادي نمشي ان شاء الله من هنا حتى لانزكان. وهنا راه كتشوفوا هذا البروجي اللي تيتبنى هنا على اليمين، هو المقر الجديد ديال جهة سوس ماسة باش يعوض داك المقر القديم. تبارك الله واحد الجو رائع جدا رائع. ملي كنقول رائع كاين شي شويه ديال الضباب وكاين حتى شي شويه ديال يعني الشمس ما كايناش بزاف. غنحاولوا ندورو على اليسار باش نمشي ان شاء الله الوجهه ديالنا. وما تنساوش ديما واحد لايك واحد تعليق زوين، والاراء ديالكم راه كتنفعنا بزاف في القناه ديالنا. كاين شويه ديال شي شويه ماشي بزاف لومبوتياج، غنحاولوا ندورو نشدو طريق انزكان او بعدا بنسرقاو. هذه هي اكادير باي، تعالوا ان شاء الله الناس هنا تتسنى الطوبيس. نورمالمون في الراي ديالي الطوبيس ما خصش يكون هنا حدا الرومبان، سي بعد شويه او يكون قبل. هذا اكادير باي، تبارك الله راه في الصيف ما تلقاش بلاصتك هنا. دابا راه هو مرة نخليكم على الطريق تشوفوا الطريق كي دايره كي ولات. تبارك الله حتى الشجاري في الجنب، واخا النخل حنا ما اتفقناش على النخل، ولكن كاين الكازون بعدا كومين من المدينه راه تتبان كومين احسن من قبل. بوتياج ديال المواطن الطريق دي بنسرقاو، راه الواحد خصو يرد فيها البال، لان اولا الناس كاين ناس بزاف كيقطعونا، و حتى هاد لا تروا فوا لان راه كاين ثلاثه هنا وثلاثه في اليسر. الناس كيجيو كيحسبوهم بحال الا اوتورو توشاج كيكسيرو، هنا راه كاينه غير 60 خسر من القانون، 60 كتعني 60 وتشور وتطرد البال. زعما هاد الشارع هذا راه ولا من احسن الشوارع تقريبا اللي كاينين في اكادير، غير خصو شي حوايج يتبدل كما قلت لكم بحال التشوير، بحال مثلا تكون الزيار شويه في السرعه باش ما يوقعوش حوادث كما وقعوا قبل. مدينه اكادير ترحب بكم، واخا الصفات ولكن اكادير بالنسبه ليا انا كنرتاح فيها بعدا في هذا الفصل هذا، يعني فاش كتخوى دابا رافقنا بنسرقا وكندخلوا تقريبا هذه قربنا لا شالو ديك لا بيرغولا، والبلاصه فاش كاينه القوات المسلحه الملكيه. الرمل راه كيبان على اليمين تماك فاش كيدوزوا البيرمي ديال انزكان، وتابع للطراسته هو
هيدي تاع الراس باش تبع يعني حداه. صراحة سرعوها بلا دلوف هاد تروا دلي فوا وتا هاد الكازون كيكون على اليمين راه تقريبا هو نيت اللي كاين في اكادير. دابا راه هنا غيتقطع لي انا غندخلو يعني البلاصة المنطقة ديال انزكان غير هنا خلاو هنا ما هو راه هنا راه تابع لانزكان ماشي لاكادير. هذا علي كانت طرابوبليك راه حولوها دابا علي من الناس اللي باغيين طرابوبليك راه ما بقاتش هنا راه ولات دابا في الفيلات هنا علي من هنا هاد الرومبا انت تدخل كتعاود الدور باش توصل طرابوبليك عفوا طرابوبليك ديال انزكان. كلشي الرمل هاي الرمل هنا المنطقة ديال تواجد القوات المسلحة هنا ديال الضباط القيادة الجهوية الجنوبية ديالهم عفوا الجنوبية في الأخير كلشي كاين هنا. اللي بغا يمشي لانسكانيشان يمشي من هنا راه الضو شاعل خضر السان يعني ديما شاعل اللي ما بغاش باغي التشيرة سكت سنا سكت دور على اليسار تدخل التشيرة تدخل كروماعيو هادو الاحياء ديال التشيرة الى اخره هنا راه كتمشي لانسكان وايت ملون. الرومبان اللي وصلنا دابا حنا راه اليسر غتمشي ديريكت هنا تابع للتشيرة هدا معطاش الأسبقية الموتور هنا اليمن كتمشي لإنزكان ياك إنزكان تاني راه إنزكان تا النيشان كلشي هادو اللي كاينين هنا الديور اللي كاين على اليسر ديال التشيرة هادو إنزكان كيفرق بيناتهم طريق طريق اللي كتفرق بيناتهم. هنا تاني على اليمين تتخرج ديريكت هنا تاغزوت ياك نهار ان شاء الله عندي لكم واحد الفيديو على التاريخ ديال انزكان والمدينة ديال انزكان تعرفوا شحال من حاجة في انزكان حتى هي راه مدينة عندها الاقتصاد غير كيتهمش راه الاقتصاد ديالها اكثر من اكادير
ولكن كاين شويه العشوائيه استهيئه بزاف. هنا كنوصلوا للرومبان ديال انزكان الى عرفتوا انزكان. هنا المنطقه الامنيه ديال انزكان ها هي على اليمين ياك. وهنا هاد العماره اللي كاينه هنا راه فيها الاطباء، فيها محاميين، شركات، ابناك لتحت الى اخره. هاد رومبان الى بغيتي تدور عليه سير كتمشي لاموغاي، كتخرج ثاني ل التيكيوين ولا الجهادية وترجع ثاني لهدى. راه اكادير صغير ماشي شي مدينة كبيرة تجلى فيها، غير خصك تعرف البلايص البلايك بعض الوقت ما كيكونوش، ولكن خصك تعرفهم. هذه هي العمالة ديال انزكان على اليمين. هاد الرومبان راه كانت في الطلعايلة غادي لسدورة وطرس، دابا راه السنين هادي باش تحولات ولات هنا. هادي راه بعدا كبيرة، فيها البلاصة فاش فيها التسع ماشي بحال الأولى. ها السوق البلدي ديال انزكان، اكبر اسواق في نقولوا في سوس، راه هو على اليمين ياك. وهنا على اليسر الجهاديه كاينين دوك مالين الجمله، راه اكبر اللي بغى يتقدى شي حاجه ديال الجمله يجي لهنا ياك، او ايتملو. راه عطيتكم في دي فيديوهات ديال ايتملو، قلت لكم حتى ايتملو راه فيها الناس بزاف معروفه بالجمله سيرتو في المواد ديال الغذائيه. هنا علي من الى بغيتي تدخل انزكان ياك تقدا شي حاجه تدخل السوق. هنا حكونية، والمحطة الطرقية الى بغيتي تدخل ليها من هنا من هاد ستاسيون، راه كاين واحد دخلها تماك تفوتها بشوية، راه غادخل من القيصرية للدخلة ديال المحطة ديال الطرقية وحتى ديال التاكسيات، ولكن راه غتحول إطار داك المشروع الحضاري ديال انزكان. كاين اللي كيقول راه غتحول شي بلاصة جهة الدراكة، ولكن ما كنظنش، لأن خصها تبقى في المنطقة الإقليمية ديال انزكان. هنا مرجان ديال انزكان، هذا مرجان ديال انزكان، راه هو اللي كيخليه مختلف على ديال اكادير. هو ماشي فيه لتحت، فيه ديزيطاج مثلا المواد الغذائيه لتحت، بغيتي تجهز الفوق وكطلع شي ثلاثة ديزيطاجات تقريبا. هنا على اليمين كيتواجد سوق الخضر والجنة، من اكبر الاسواق اللي كاينين في المغرب. هذا راه الخضراء سيرتو الحوايج اللي كتنبت في سوس، كاع الخضر تقريبا، راه اكبر سوق اللي كيوزع لجميع انحاء المملكه، وماشي غير انحاء المملكه، كيوزع حتى لافريقيا، كيوزع لاوروبا حتى هو، راه من هنا كلشي، من هنا راه البورصه ديال واحد العدد ديال الدواء كتمشي راه خضره من هنا. هنا صافي راه كنقربوا المنطقة ديال ايتملول، كيبانو ليكم شي ديور على اليمين. هادو راه ايتملول، دابا راه ايتملول تبارك الله راه كبيرة، وكاين واحد الفيديو في القناة راه تلقاوه في الاي، حاولوا تشوفوا على ايتملول، على البلايص اللي ممكن تسكن فيهم في ايتملول الى اخره. وكنشكركم اخوتي على المتابعة ديالكم، والاراء ديالكم راه مرحب بها، والى اللقاء ان شاء الله في لقاء اخر بحول الله. شكرا لكم.